المجرور هو فن شعبي ظهر في منطقة الحجاز واشتهر في مدينة الطائف، يبدأ بالتحية ويجمع بين الشعر والغناء والرقص، يقام في المناسبات والأعياد والمهرجانات الثقافية والتراثية. والمجرور اليوم أصبح يشارك على مستوى مملكتنا الحبيبة لكي تصل ثقافة الحجاز عامة والمجرور خاصة إلى أطراف هذه المملكة. المجرور في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء بالمنطقة الشرقية. أتذكر الدار